من أعمار 4 و5 سنوات إلى بدايات سن المراهقة، تزرع مدارس الرقص اللاتيني والباليه ورقص الصالونات الكلاسيكي كالفولز والتانجو، تزرع بهجة وفهما مختلفين للموسيقى والحياة معها. يصل الأطفال المتدربون إلى النهائيات التنافسية في مسابقات الرقص هذه على مستوى الإمارات العربية المتحدة، ويملأ الانتصار قلوبهم فرحاً وبهجة بعد تدريبات مكثفة على أيدي راقصين محترفين من أوروبا كبريطانيا وهنغاريا وروسيا وغيرها. مدرسة في دبي متخصصة في تعليم الرقص اللاتيني والبولروم، ومن تلك الأكاديمية تكونت فرقة The Elite Squad المكونة من 11 طفلاً وطفلة موهوبين في هاتين الرقصتين. الفرقة مؤلفة من 7 فتيات و4 فتيان تتراوح أعمارهم بين 9 و14 شغوفون بالرقص، فهم يتنافسون في الكثير من مسابقات الرقص المحلية والدولية، لذلك يخضعون للتدريب المكثف من قبل راقصين محترفين حائزين جوائز دولية في الرقصتين المخصصتين. هنا في أكاديمية The Dance Project تتدرب فرقة The Elite Squad ما بين 10 إلى 12 ساعة في الأسبوع، ويرقصون 10 رقصات منها التانجو والوالز والفوكستروت والرومبا والتشاتشا، وهم شغوفون ومبدعون في الرقص ويستمتعون به. تستعد الفرقة لمنافسة المئات من الراقصين الأطفال والبالغين كذلك في واحدة من أهم مسابقات الرقص الدولية، وهي مسابقة Champions of Tomorrow السنوية التي ستقام في مدينة بلاكبول البريطانية الأسبوع المقبل. رشا خياط، العربية.